بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاني عبد الوهاب، وإن شاء الله تعالى النهاردة هنكمل التوبكس الخاصة بكورس مايكروسوفت لينك سيرفر. إحنا كنا بدأنا في الانستليشن بتاعة اللينك سيرفر 2013. حابب بس في الاول انوه ان الكورس ده مش اوفيشال كورس، ده عباره عن تكنيكال ورك شوب، خلاص يعني مش اوفيشال تريننج. طيب، فاحنا كنا بدانا في الانستولينج بتاع لوكال كونفيجريشن ستور، وطبعا خلص سكسسفولي زي ما حضرتك شايف. وبعدين انا عملت رن لللينك سيرفر كومبوننت اللي هو الرولز يعني، فهو عمل run وبعدين بدأ الانستليشن. طبعا لان ده بياخد وقت طويل جدا، فانا قلت له run وسبته من بدري جدا والحمد لله خلص. طبعا دي كانت من قبل حتى الصلاه، فعلى ما رحت صليت وجيت كانت خلصت طبعا، ودي عملت لها run فاخدت تقريبا حوالي نص ساعه او يزيد وخلصت الحمد لله. فدول اهم حاجتين محتاج ان انا اعملهم في اللينك سيرفر. طيب، بالنسبه للريكوست بتاع السيرتيفيكت سوري هنيجي هنا نقول له عايز اعمل سيرتيفيكت ريكويست، هقول له ران. بعد كده هو هيبدا يسالني على السيرتيفيكت بتاعتي، فهقول له اتفضل اعمل ريكويست نيكست. بيقول لي ده السي ايه اللي انا هريكويست منه. هو طبعا سبيسيفاي الترنيت كريدنشال للسي اي، طبعا انا هلوجن بنفس الاكونت، الديفولت تمبلت، الفريندلي نيم ليتس ان احنا نسميها لينك 13 انترنال سيرتيفيكت، و 2048 بت اللينث بتاعها، وتقدر تحط كمان مارك برايفت كي از اكسبورتبل او لا. طبعا انا بفضل الاورجنايزيشن ليتس سي هاني ام سي اي تي ايجيبت كايرو. طبعا هنا جاب لي اسم السيرتيفيكت، بيقول لي اسمها كذا، السانز بتاعتها يبقى فيها دايل ان دوت كذا، وفيها ميت دوت كذا، وفيها ميت دوت كذا، وفيها ادمن، وفيها لينك ديسكفر، وفيها لينك ديسكفر انترنال، وفيها لينك ديسكفر بس. خلاص، طبعا تقدر تضيف لو انت عايز، تقدر تضيف كمان السانز تانية او الترنت نيم تاني. طبعا دول السب دومينز اللي هي اشتغل عليهم. يو كان اد هنا ليتس سي ان احنا هنضيف بول 13 طبعا دوت هاني ام سي دوت لوكال. تقدر تضيف الكلام ده انت في السيرتيفيكت نيمز. سوري، ونقول نيكست ونقول نيكست. عملنا السيرتيفيكت ريكويست، اي ثينك ان هو هيخلص دلوقتي حالا. اوكي دون. فانا هبوز الفيديو بس عند كونفرنس كول وارجع لكم ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعض. طبعا هنا عمل ريكويست للسيرتيفيكت وسكسسفولي كومبليتد، بعدين فينش. طبعا هيعمل اساين السيرتيفيكت اللي هو جابها اهي، اسمها كذا ايشيو باي فلان، ديتيلز بتاعتها، سانس اللي فيها، سانس بتاعتها، فينيش. طبعا دي سيرتيفيكتس بتاعت الويب سيرفيسز. طبعا في الاو اي او الاوثنتيكيشن توكن ايشير، طبعا ده الاساين بتاع السيرتيفيكت، بياخد الثمب برينت بتاع السيرتيفيكت اهو، ثمب برينت اهو اهو، وبعدين يبدا يحط عليها السيرفيسز اللي هي اسوشيتد معها. طيب دي طبعا خلصناها. في عندنا حاجه اسمها الاوثنتيكيشن ايشير، برضو دي موجوده معانا. ثانيه واحده نران مره ثانيه اهو بالشكل ده، نقدر نعمل له برضو ريكويست سيرتيفيكت.
طبعا دي اتس ماست ان هي تكون مارك سيرتيفيكت برايفت كي از اكسبورتبل. تقريبا نفس البيانات، ممكن نغير النيم بس نخلي دي عشان نبقى عارفينها، نخليها داش او اي اوثنتيكيشن، سوري او اي اوثنتيكيشن، وبعدين نقول نيكست، مش هنضيف ساينز، وبعدين فيتش. طبعا نعمل لها اساين برضو نيكست بالشكل ده، تمام. قال الاثنين دن، يبقى في الحالة بتاعتنا كده احنا خلصنا الجزئية بتاعت request and install or assign certificates. نيجي على running services، طبعا هنشغل السيرفيسز. هو لو انا جيت هنا فتحت الشيل قلت له هات لي السيرفيسز ام اس سي، هنا ما يفتح لي السيرفيس كونسول. طبعا ده السيرفيسز بتاعتنا اوريدي ستارتد، تقدر تران من هنا برضه، يفتح لك الكونسول هي هي. تعال نقول رن، أو تقدر برضو تجيبها من الـ Administrative Tools. آدي السيرفيس بتاعتنا فتحت يا سيدي، طبعا الدنيا بطيئة، أنا شغال على هارد ديسك واحد. طيب تعالى Expand كده، نقول له Link Server. زي ما أنت شايف الـ Services بتقوم، أو في Services قامت وفي Services لسه بتقوم، فبالتالي يبقى كده احنا خلصنا الجزئية بتاعة الـ Installation بتاعة الـ Link Server 2013. طيب لو انا فتحت الـ Topology Builder ريفيو مع حضرتك الـ Configurations تانية، هلاقي عندي هنا 2 Sectors، سيكتور خاص بالـ Link 2010 وسيكتور خاص بالـ Link 2013. طبعا الـ Link 2010 احنا ما عندناش Standard Edition Pool، لكن عندنا Enterprise Edition Pool. كان Expand كده، طلع البول بتاعتك بياناتها ايه، سيكوال فين، فايل ستور، everything خلاص بالشكل ده. تيجي بعد كده على اللينك 13، عندنا ستاندرد بول بياناتها كذا كذا كذا، الكونفرنسنج بتاعتها ما فيهاش ميديشن وهكذا. طبعا هنا برضو عندنا احنا تراستد ابلكيشنز. لو انت فاكر احنا كنا عملنا تراستد ابلكيشن اللي هو كان الانتجريشن بتاع الاوا مع ال لينك سيرفر 2010، ان انا اقدر استابليش انستنت مسج تشاتنج ثرو الاوا او الويب ابلكيشن بتاعت الاكسشينج. خلاص فده طبعا كايند اوف انتجريشن ما بين الاكسشينج وما بين اللينك. ايفن لو انت عندك اي ابلكيشن برضه انتجريتد مع اللينك سيرفر، ان انت يو هاف تو اديت هنا ايه تحت التراستد ابلكيشن سيرفرز. فبالتالي طبعا هنا السيرفيس بتاعتنا كلها running، يبقى معنى كده ان السيرفيس بتاعتنا اهي كل حاجه done، كل السيرفيسز قامت. يبقى بالتالي انا كده عندي لينك سيرفر 2013 up and running، ده اللي هو الستاندرد اديشن. خلاص كويس خالص. لو جينا عملنا exit كده وبعدين عملنا كده، كده انا جاهز، فاقدر الوجن او افتح اللينك سيرفر مانجمنت كونسول او الكنترول بانل عموما اللي هي موجوده هنا، احطها في تاسك بار. ممكن نحط الديبلويمنت كمان لان الديبلويمنت بنحتاجها كتير، ممكن نحط الدايركتوري كمان لان برضه ممكن نحتاجها كتير، واكيد التوبولوجي بندر هنحتاجها برضه. فيبقى كده احنا جاهزين. فلو جينا فتحنا الكنترول بانل، طبعا ده الشكل الجديد يعني، بيقول لي انا عندي هنا في حاجه اسمها بول دوت هاني ام سي دوت لوكال سلاش سي اس سي بي او كوميونيكيشن سيرفر كنترول بانل، وفي عندي لينك 13 دوت كذا دوت كذا.
فحضرتك هنا تقدر تكونكت او تقدر تمانج انه بول. انا هقول له مانج البول دي اوكي اللي هي 13، لان اللينك 10 مش موجود دلوقتي معانا لان هي الهارد ديسك بتاعها مش موجود. طبعا لو انت خدت بالك اللينك 2010 اهي اللي هي مطفية، ده الهارد ديسك بتاعها، وللأسف كان لوكيتد على الاف، والاف ده هارد ديسك تاني، الهارد ده مش موجود دلوقتي، ما تقدرش حتى تعمل له انسبكشن خلاص. ف هلوجن بالادمنستريتور اكونت بتاعي اوكي. طبعا المفروض ان انت بتضيف السايت في الاي اي سكيورتي، او ان احنا نعمله ديسيبل كومبليتلي نستريح منه. طبعا لو انت عملت مونيتور على السيرفر هتلاقي ان البطء اكتر حاجه موجوده، البطء عندك او البوتل نيك الموجود عندك موجوده في الديسك، لان هو السيرفر اوريدي 32 جيجا رام ف which is good. لكن لو انت بصيت على الديسك هتلاقي ان الديسك تقريبا فولي يوتيلايزد. عموما انا هنا ديسيبل الاي اي سكيورتي هي اون، خليها اوف للادمنستريتورز ولليوزرز مثلا فور اكزامبل، وبعدين نرجع معلش نقفل ونفتح تاني. فهقول له برضه جو اهيد هنا هنحط الباسورد بتاعتنا. ما عندناش سيلفر لايت. فلو احنا بصينا هنا كده فيتشرز، طبعا الماشين ال 2008 كان عليها اوريدي سيلفر لايت، لكن الماشين ال 2012 للاسف مش عليها فعلا سيلفر لايت. فاحنا نجيب سيلفر لايت ونظبط.